السلام عليكم ورحمة الله، أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في القناة شي سارة، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نعملو بريوات المالحين، واحد الحشوة جديدة كتجي رائعة في المذاق البنات وصحية فيها الخضر. غادي نضيفو لها واحد المكون اللي كيبدل المذاق ديال الخضر، وكتاكلوهم ولكن ما تعرفوش شنو كتاكلو. كنتمنى إن شاء الله الوصفة اليوم تعجبكم، بارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. حبيباتي ما تنساوش تعملوا لي لايك باش كتزيدوا تشجعوني. واللي جديده معايا في القناه مرحبا والف مرحبا، ما تنساش تعمل لي ابوني وتضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. خليكم معايا نبداو بالمقادير. بسم الله، غادي نبداو بالمقادير. غادي نحتاجو كيلو د القرعه محكوكه في الحكاكه الغليظه بهذا الشكل هذا. غادي نحتاجو الكرومب او الملفوف، يكون الحجم ديالو متوسط. انا هنا قطعته قطع صغيرين وشلطته في الماكينه، واللي بغى يحكو يحكو. عندي هنا كيلو ديال الجزر محكوك في الحكاكه رقيقه كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو. عندي كيلو سدرة الدجاج طحنتها في الدار، اللي بغى يشريها مطحونه يشري كفته الدجاج، انا صراحه كنطحنها في الدار. غادي نحتاجو الزبدة فاش غادي نسوطيو هاد الخضر. غادي نحتاجو قعقلة، هادي غادي نعملها تحمر شوية وغادي نطحنها، غادي نضيفها في الأخير. غادي نحتاجو الملحة، غادي نحتاجو الإبزار أو فلفل أسود، غادي نحتاجو واحد دامة د كنور د الدجاج، غادي نحتاجو 8 جبن مربعات كيفما كتشوفو هنايا عملت كيري، وغادي نحتاج 200 غرام ولا 250 جبن موتزاريلا. انا هنا عملت غير 200 غرام، نتوما عملوا 200 غرام في حالي ولا 150 غرام اللي متوفر. كل ما عملتو الجبن مزيان طبعا كل ما كانت شي حاجه لذيذه. وغادي نحتاجو هنايا الورقه، انا غادي نقول لكم في الاخير شحال تخلي. هادو هما المقادير، وغادي ندوزو للطريقه. بسم الله. بالنسبه للطريقه، عملت شويه زيت المائده، كنت نسيت ما قلت لكم شي في المقادير باش ما كتحرقليش الزبده. وغادي نضيف شويه الزبده وغادي نخليها حتى تذوب، ومن بعد غادي نزيد الجزر. هنا من بعد ما ذابت ديك الزبده غادي نزيد هذا الجزر، غادي نشحره. غادي نشحر كل خضره بوحديتها، وفي كل مرحله غادي نزيد شويه الزيت الزبده، وغادي نشحر هاد الخضر. غادي نعمل الملحه حسب الذوق، غادي نعمل شويه الفلفل الاسود صافي. وغادي نبقى نحرك، غادي نشوف واحد المعلقه د الخشب صافي. وغادي نبقى نخلط هاد الجزر دابا ساعه، يعني تنساوه شي باش ما يتلصقش معكم. انا هاد المقله ما كتلصق لي شي، ولكن هكذاك غادي نبقى نحرك حتى يتصهد وتشوفوه طاب. غادي نحيدوه، عاد غادي نعملو القرعه ولا الكوسه غادي طيب صافي. هنا من بعد ما تشحرت هاد الجعده ولا هاد الجزر، غادي نحيدو واحد البانيو ولا واحد البول، وغادي نعملو القرعه. نفس الطريقه كيف ما قلت لكم، عملت هنايا الزبده والزيت يذوبوا. غادي نضيف لهم هاد القرع اللي قلت لكم محكوكه بحكاكه الغليظه. غادي نعمل لها الملحه، غادي نعمل لها فلفل اسود، غادي نخليها حتى تصهد وتشحر، وغادي نحيدوها وغادي نعمل نفس العمليه للكرنب صافي. هنايا من بعد ما شحرت هاد القريعه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نحيدها وغادي نعمل الكرنب. دابا غادي نعمل شويه الزويته، غادي نعمل الزبده. دائما الزبده خاصها تكون غلابه على الزيت، حيت ملي كنصوطيو الخضر بالزبده كتعطي واحد المذاق مزيون صافي. غادي نصوطي داك الكرنب بنفس الطريقه مليحه والابزار، وغادي نرجع معاكم.
عندهم مليحة، فلفل أسود، وغادي نخليه يتشحر. غادي نحيدو هاد الكروم ديال الرطب كيف ما كتشوفوا معايا تسهر. غادي نحيدو، غادي نعملو يبرد، ودائما في نفس المقلة غادي نكملو كل شيء. هاد الملح ما فيهش يقشع بزاف. غادي نعملو دجاج، داك الكفته ديال الدجاج طيب في نفس المقلة. وطبعا غادي نعملو له الزيت والزبدة والملحة والبصل، وغادي نزيدو له كنور ديال الدجاج. الزبدة والزيت هاهم كيدوبو، غادي نضيف لهم هاد الكفته ديال الدجاج كيف ما قلت لكم في الاول كيلو. بغيتو تشريوها مطحونه اولا طحنوها في الدار، ديف في الطحانه العاديه اللي كطحن لكم اللوز والكاوكاو. غادي نعمل الابزار، غادي نعمل غير شويه هنا الملحه، ما ماشي بزاف حيت عندنا كنور مالح. نخلي هاد الكفته تدبل شويه وتتشحر، وغادي نزيد لك نور دار هنا. من بعد ما بدات كتشحر هاد الحيته ديال الدجاج غادي نفتت هاد الكنور، وانا كنخلط وكنفتت ديك الكفته بهاد المعلقه ديال الخشب. بهاد الشكل هذا صافي، غادي نستمر كنخلط هاد الكفته حتى تشحر لي كامله وفتته بهاد الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نضيف على المقادير ونتلاقاو ونشوفوا شنو غادي نضيفوا على هاد الشيء اللي شحرنا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الكفته فتته، نتوما كتشوفوا باقي فيها شويه د الماء. غادي نقطر لها هاد الماء، ما غادي نخليه شي. بالنسبه لهاد الكفته ما تخليوهاش يطيب بزاف حيت باقي البريوات كيطيبوا في الفران، يعني كيزيدو هاد كتزيد هاد السدره د اولا هاد الكفته طيب. فلهذا غادي نطفيلها وغادي نقطر لها هاد الماء، ما تبقاوش تستناو حتى يتشحر، غادي تعزف لكم هاد الكفته وتنشف. هنا الخضره اللي شحرناها القرع والجزر والكرنب، غادي نضيف لهم هاد الهيل. هنا القياس عندي 5 دراهم كافيه. غادي نضيف هاد كيري 8 كيري، وغادي نضيف هاد جبن الموتزاريلا. وبالنسبه للكفته ديال الدجاج انا قطرتها وعندي كدبرد صافي. وغادي نخلطوا جميع العناصر مع بعضياتهم. انا ضفت هاد 200 غرام موتزاريلا، وغادي نضيف هاد الكيري هاد 8 قطع كاملين، وغادي نخلطوا هاد العناصر مع بعضها باش كتنسجم. صافي هنا من بعد ما ضفت داك كيري غادي نزيد هاد الكفته الدجاج من بعد ما بردت شي حاجه. ثم خليو الحشوه ديالكم حتى تبرد مزيان باش ما تقطر، باش عفوا ما تقطع لكم شي الورقه. صافي وغادي نخلط هاد العناصر كامله. انا غادي نخلط بيدي، غادي نشوف نعملها فشي بانيو اخر. غادي نخلط بيدي باش كينسجم داك الجبن مع داك الخضر وهاد الكفته. نقلب فشي بانيو اخر، غادي نقلبها في نفس الطنجره دائما ما بقاش نقور عليا القشع بزاف. هاد الطنجره واسعه شويه صافي. وغادي نخلطو مزيان باش كينسجموا داك العناصر بهذا الشكل هذا. الصراحه واحد المذاق ديال الهيل اولا قعقله على حساب كل مدينه اولا كل بلد شنو كيقولها، طالع رائع ديك المذاق الصراحه لذيذه. كتجي هاد الملاح انا كليتها عند مرات خي وعجبوني، عجبوني هاد البريوت كليتهم عندها وعطات لي القياس ديالها. بالنسبه للاحتفاظ ديالو غادي نسطحو البريوه في البواطه ما بين كل طبقه وطبقه. غادي نعملو سالوفان اولا كاغد الفران اللي بغيتو، من الاحسن سالوفان باش كطيح القضيه شويه رخيصه.
صافي غادي نستمر بهذه الطريقه ما بين كل طبقه وطبقه. كنعمل سلوفان بهذا الشكل هذا صافي حتى نكمل البواطه كامله. صافي غادي نكتفي غير بهذا القدر هذا باش ما يتوزعوش هذوك اللي في القاع. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يعملوا البواطات ستفوا الملح ديالكم فواحد الصينيه خليوه ليله كامله يبات حتى تكونجلا. من بعد غادي تدعموه في الميكات اللي كتدخلوهم المجمد ما كيديوش لي سباس. حتى هذيك فكره مزيونه خطروا اللي بغيتو. الا كان عندكم فريغو واتساع تقدروا تدعموه في البواطات. هذه واحد الطريقه قلت لكم بالنسبه للاحتفاظ. ومن بعد ما غادي تجيو طيبوهم نهار اللي غادي تحتاجوهم غادي تجبدوهم من المجمد مباشره للفران يكون مسخن. عملوا واحد كغد الفران باش ما كيلصقو لكم شي المملحات ديالكم. من الاحسن تلقاو السواني ديالكم دقيقين. نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي باش نشوفوا كيف جاوا البريوات من داخل. وهذا هو الشكل النهائي البريوات اللي عملنا مع بعض اليوم. كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو رائعين صراحه لا في المذاق ولا في المنظر. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم. بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. واللي جديده معايا في القناه تعجبوها الوصفات مرحبا والف مرحبا. ما نساش يدعم لي ابوني وتضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. غادي نشوفوا مع بعض من داخل كيفاش كيجيو. باقين سخونين شوفوا معايا كيجيو عامرين بالكفته ولذادين صراحه بديك المذاق القعقله ولا اروع. كيستحقوا التجربه وشي حاجه مبدله في المذاق كيف ما قلت لكم في اول الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه اليوم. في الوصفه القادمه ان شاء الله.